إذن تغطياتنا لأجواء العيد مستمرة، وبعد الفاصل السوريون في محافظة إدلب يحاولون الاستمتاع بأجواء العيد رغم الأوضاع المعيشية الصعبة وآلام النزوح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لم تحرم الأوضاع المعيشية الصعبة وآلام النزوح، لم تحرم السوريين في محافظة إدلب من الاستمتاع بعيد الأضحى المبارك حتى وإن كان استمتاعا منقوصا. ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر أوضاع النازحين في الشمال السوري الذين يعانون من غلاء المعيشة وانعدام مقومات الحياة الأساسية. كاميرا الجزيرة مباشر إذن تتابع أجواء عيد الأضحى في ريف إدلب وتلتقي عددا من الناشطين والمنشدين السوريين مع مراسلنا علاء الدين اليوسف الذي ينضم إلينا مباشرة من ريف إدلب. أضحى مبارك علاء الدين، تفضل. نعم وعد، كل عام وأنتم بألف خير، أضحى مبارك. نحن الآن هنا في وسط مدينة إدلب، هذه المدينة والتي عاشت وعانت ما عانته خلال 12 عاما. نحن الآن مع مجموعة من نشطاء الثورة السورية هنا وسط مدينة إدلب وتحديدا في ساحة الساعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. طبعا سنين والثورة مستمرة، عانت هذه المدينة ما عانته من قصف طيران روسي. قبل يومين كان هناك قصف بالطيران الروسي في محيط المدينة، كان هناك في قتلى وجرحى. أنتم من خلال إنشادكم ومن خلال فنكم، ما هي الرسالة التي تريدون أن توصلوها في هذا اليوم، في يوم العيد؟ أول شيء بنتشكر قناة الجزيرة وكادر قناة الجزيرة على هاي الاستضافة الرائعة، وبنقول للأمة الإسلامية كل عام وأنتم بألف خير، ونحن نتمنى يمروا علينا أعياد بلا خيام، بلا طفل يبكي أذية، بلا جراح. ونحن أملنا بالرجعة لبلادنا إن شاء الله برب العالمين، إن شاء الله تكون رجعة قريبة لكل مهاجر عن بلادهم. أبو عباس، هل ذهبتم إلى المخيمات؟ في كل مكان يختلف العيد هنا في مناطق إدلب وريف حلب، يختلف العيد في المخيم عن مركز المدينة، يختلف في القرى، يختلف في المدن. هل ذهبتم إلى المخيمات؟ قدمتم أي فعاليات؟ تقدمون أي فعاليات للمخيمات؟ طبعا نحن باركين مع المخيمات، يعني أهل المخيمات باركين عنا ضياء، والله يفرج علينا وعليهم، وإن شاء الله عيد الجاي بيرجعوا على بيوتهم سالمين غانمين، وبترجع كل غايب لبلده. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحكوا لنا شو فعالياتكم في العيد؟ هلا نحن سبحان الله عم ننظم مظاهرات مسائيه لحد هذا الوقت. اول شيء الله يعطيكم العافيه، والله يجزيكم الخير على الاستضافه الحلوه. نعم. شكرا لكادر قناه الجزيره، وبنقول للامه العربيه وللامه الاسلاميه كل عام وانتم بخير وعيد اضحى مبارك، وان شاء الله العيد الجاي نكون خلصنا من الطغيان ومن الظلم باذن الله. فعاليات مثل ما انك شايف اكثر احيانا سهرات ثوريه، مظاهرات مسائيه، مستمرين يعني بهالنشاطات اللي تعتبر انه ما تكون يعني عم تاخذ وقت كبير والناس تشوفها يعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شو هي الفعاليات اللي تقدموها بالعيد؟ والله أول شيء بحب أهنئ الأمة الإسلامية وكل الشعب السوري المكلوم بعيد الأضحى المبارك، تقبل الله طاعتكم، نسأل الله أنه يعيدنا إلى ديارنا معززين مكرمين، ويعيدوا علينا وعليكم بالنصر والفرج والتمكين. ومن قناة الجزيرة بحب أعايد والدي ووالدتي اللي صار لي 5 سنين بعيد عنهم لأجل التهجير اللي صار من وراء قصف النظام الأسدي على مناطقنا، وهو سبب بكل تهجير صار بالشعب السوري. نحن فعالياتنا قائمة بفضل الله عز وجل بهذا الدوار، دوار ساعة دائما نطلع فعاليات حسب الحدث اللي بصير نسمي الفعالية.
من فترة فترة أسبوعين تقريبا طلعنا هون مظاهرة سميناها يلعن روحك حافظ، كانت 23 سنة على فصل. يعطيك العافية، حياك الله. نبدأ معك أبو شهيد. أبو شهيد، شو عندك شيء تقدمه؟ كتبت هاي الكلمات من القلب، طلعت بتقول للشعب السوري كل عام بلا خيام، بلا هروب وانهزام، بلا طفل يبكي أزياء وقلبه يطير الحمام، كل عام بلا دموع، بلا أسى وأمل برجوع، نخطي عتبات البيوت يلنا خربها الظلام، كل عام بلا جراح، قلوب تنعم بانشراح، نشكر الله بالصلاة ونحمد الله بالصيام ونعبد الله بالصيام، كل عام يا وطننا شامخ بحرية أهلنا، يا حلب نلفيك كلنا ويا حمصنا ويا شام، يا حمصنا ويا شام، يا جزيرة ويا فرات، يا بحرنا ويا حمات، ودرعة من إدلب نزورك، شقد سلام شقد سلام، شقد سلام شقد سلام. يعطيك العافية. أبو إيش؟ أبو عباس. أبو العباس، شو في عندك؟ يا ثورة داخل عينك داخل روحك، لا لا تبكي يا ثورة، ارفعي راسك ارفعي راسك مثل الزيتون الخضراء، يا ثورة داخل روحك داخل روحك، لا لا تبكي يا حرة، ارفعي راسك ارفعي راسك مثل الزيتون الخضراء، رب الكون ما بيخذلنا، رب الكون يا حرة بيوعدنا بيوعدنا النصر بكرة. تفضل، حياكم الله. معلش ولو على السريع، ما في اشكاليه، ما في اشكاليه، بس راح يكون الشباب يشاركوا معنا بهي الانشوده. سبحان الله، نحن صرنا 13 سنه بالثوره، ما صرنا ما يقارب 26 عيد، وفي كثير من الناس عم بيقولوا انه الثوره السوريه انتهت، فنحن انشدنا هتاف يقول ثورتنا ما ماتت والحق ما بيموت، ثورتنا ما ماتت والحق ما بيموت، لجلك يا حرية نصرخ بأعلى صوت، لجلك يا حرية نصرخ بأعلى صوت، ثورتنا ما ماتت والحق ما بيموت، ثورتنا ما ماتت والحق ما بيموت، لجلك يا حرية نصرخ بأعلى صوت، لجلك يا حرية نصرخ بأعلى صوت. ويا درعة يا درة يا منبع الأبطال، يا درعة يا حرة يا منبع الأبطال،
شمعة يا ثورة الأجيال. أنت اللي شمعة. الله حياك أستاذ علاء، الله يبارك فيك يا رب. تقدم لأمك ولوالدتك وللعائلة كلها الكريمة وين؟ لا بدرعة، هم من 5 سنين تقريبا ما شفتهم، لكن بفضل الله عز وجل صابرين لأجل التضحيات اللي قمنا فيها. لكن الأنشودة هاي أنشدناها ببداية الثورة، معروفة كان بعنوان سوري أنا من حلب، هي عتابة لكن تشمل كل المدن السورية. منقول عمر السامعين يطول. سوري أنا من حلب وطبع شامية، رقا ويحكي يا عرب برجولة ديرية، درعة وحب الكرم والطيبة حمصية، بدلبتي علمت الحكم والنخوة حموية، حسكاوي لي النسب قامش له الشرف ليا، طرطوس ليا أهل وإخوال باللذقية. أنا سوري أنا مسلم أنا ثوري هويت الثلاثية، بإذن الله دوم افتخر أني ابن سوريا. سلامتكم، يعطيك العافية. نرجع لك أبو العباس، شو عندك تضيف؟ محلى لمة الأخوان أمنا وأبونا وضيوف وأغلى الأحباب يالشرفونا، والسهرة بوسط الديوان عزت علينا، واشكي لي رب الأكوان الفرقونا الفرقونا الفرقونا، واشكي لي رب الأكوان الفرقونا الفرقونا الفرقونا. محلى العنب والرمان وزيتون بلادي، محلى العشب والسيران بغوطة أجدادي، محلى شم الرياحين والقمر بادي والقمر بادي والقمر بادي، محلى شم الرياحين والقمر بادي والقمر بادي والقمر بادي. ويا وطن يا وطن اعطف علينا كلمة عن يا وطن تبكي عينينا، والقلب يحزن والعين لما تجافينا، يا فرحات بكل ديار بس عودي لنا بس عودي لنا بس عودي لنا، يا فرحات بكل ديار بس عودي لنا بس عودي لنا بس عودي لنا. يعني انت جاوبت على الاسئله، شو بتتمنى؟ بتتمنى ترجع الفرحه على الديار. الله يرجع كل غايب لبلده، وان شاء الله بالعام الجاي كل العالم مبسوطه وفرحانه بالعيال. يعني نختم معك بانشوده ابشر. ادلب صارت مثل بيت لكل حر، صارت سوريا مصغره لكل حر. حابب هاي رساله لادلب، انشوده بسيطه ولا ادلب يا ارض الاحرار يا ميلاد الحريه، وعاترابك يسقط بشار ويسقط حزب البعثيه، وهاي ادلب عم تنزف دم والمجازر يومية، والعالم ما عم يهتم وين النخوة العربية، وأطفال تحت القصف تصيح والمجازر يومية، وقناصة على الأساطيح والخطة إيرانية. وإدلب يا أرض الأحرار
يا ميلاد الحرية وعاترابك يسقط بشار ويسقط حزب البعثية. يعطيك العافية. حدا بيحب يضيف شيء قبل ما نختم؟ الله يجزيكم. أنا القدر عندي كافي، كل عام أنتم بخير، تقبل الله طاعتكم. إن شاء الله كل عام أنتم بخير، الله يجزيكم الخير على السلامة. أبو عباس بتحب تضيف شيء؟ لكن شو يعني؟ عادي ما في أي مشكلة، نختم معك. غزو قلبك يا سوريا بسيوف ماضية، نسيو عهود الوفا عزا وماضية، صار بسماها القمر مهموم ماضية. يا 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 الله أم الكرم سوريا كم أصاب عيون، يا بياما على أرضها سال الدماء وعيون. يا رب يا رب من ضرها تعمي له العيون، عين اللي تكره سوريا تطفي لها ضياء. يا با الله يعطيكم العافية وكل عام وأنتم بخير، إن شاء الله الأمة الإسلامية بألف خير. وانتم بألف خير، الله يجزيكم خير جميعا ويعطيكم العافية. إذا مشاهدينا الكرام، نحن نعرض لكم الآن، عرضنا لكم هذه السهرة مع عدد من النشطاء السوريين من هنا من ساحة الساعة من وسط مدينة إدلب في هذه الأجواء التي تعتبر هي أجواء عيد، لكن في أماكن أخرى هنا في بعض المناطق تختلف الأجواء تماما. بعض المخيمات طبعا كما عرضنا لكم اليوم منذ الصباح وحتى الآن نعرض لكم عبر شاشتنا شاشة الجزيرة مباشر أوضاع النازحين السوريين، أوضاع المخيمات، أوضاع القرى والبلدات هنا في ظل قصف روسي يستهدف المنطقة. هذه المنطقة مشاهدينا الكرام تعرضت إلى زلزال مدمر قبل شهور، تعرضت إلى قصف أيضا من قوات النظام السوري، تتعرض في الشتاء إلى عواصف، تتعرض الخيام إلى عواصف في الصيف، حرارة مرتفعة، نازحين، كل هذه الأهوال في هذه المنطقة. نشكركم مشاهدينا جزيل الشكر وإلى اللقاء، وكل عام وأنتم بألف خير. نعم كل عام وأنت بخير، وشكرا جزيلا لك على هذه الأجواء التي نقلتها لنا من مدينة إدلب مراسلنا علاء الدين اليوسف. مشاهدينا تغطيتنا لأجواء العيد مستمرة، وبعد قليل الفلسطينيون يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي بالخليل وسط إجراءات إسرائيلية مشددة. الله